بالعقل والعلم لا بالمال والذهب، يزداد رفع الفتى قدرا بلا طلب. العلم كنز فلا تفنى ذخائره، والمرء ما زاد علما زاد مرتبا. السلام عليكم أعزائي مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقيكم في فعالية علمية أدبية جديدة تمثلت بمسابقة مداد الباحثين التي أطلقتها مؤسسة مصباح الحسين عليه السلام للإغاثة والتنمية بالتعاون مع مجموعة قنوات الإمام الحسين عليه السلام الفضائية ومركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، والخاصة بمرور 100 عام على ثورة 20 الخالدة، وبمشاركة كوكبة من الباحثين الذين تم اختيار بحوثهم بكل عناية ودقة، وهم يسلطون الضوء فيها على جوانب تاريخية وبطولية مهمة من ثورة 20 ودورة المرجعية الرشيدة آنذاك في قيادتها وتحشيد الجماهير لنصرتها، ودور العشائر وأبناء الشعب في رسم خارطة الانتصار الكبير في تلك الثورة والمكاسب الشعبية والسياسية لها. أولاً أعزائي المشاهدين نتعرف على لجنة التحكيم القديرة الحاضرة معنا في هذه المسابقة. أولاً مرحباً برئيس لجنة التحكيم الأستاذ الدكتور خالد العرداوي. أهلاً بك دكتور. أهلاً وسهلاً بكم. ايضا معنا عضو لجنه التحكيم الاستاذ الدكتور حيدر الطعمه. اهلا وسهلا بك. ايضا عضو لجنه التحكيم الاستاذ المساعد الدكتور حسين احمد دخيل. اهلا بك دكتور. اهلا بكم. Thank you.
ننتقل أعزائي المشاهدين إلى الباحث معنا في هذه المسابقة بلقب مدرس مساعد زهراء رمزي صاحب. أهلا بست. بحثها الموسوم في هذه الحلقة كربلاء وثورة العشرين. أطلب الآن من السيد رئيس لجنة التحكيم الإذان بافتتاح جلسة تلاوة البحث والتعقيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. على بركة الله نفتتح جلسة التحكيم هذا اليوم للباحثة المتميزة زهراء رمزي، فنفتتحها على بركة الله. شكرا جزيلا. الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهر يقول في قصيدة خاصة بها ثورة العشرين: حتى إذا ما ويلسون ضاقت به منها يد، ولم يجد لينا بهم، ولم يجد لينا بهم كيف يلين الجلمد. هكذا كانت ثورة العشرين الخالدة، وهكذا كانت أفعال قادتها وأبنائها. هذه الثورة التي سنكون في رحابها الآن من خلال البحوث المشاركة في مسابقة مداد الباحثين. أحب أقدم شكر جزيل لأعضاء لجنة التحكيم وإلى القائمين على هذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين محمد أشرف الخلق أجمعين، والسلام على الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمدك ربنا ونستعين برحمتك ونعوذ بك من كل ذنب عظيم. في البدء لعلنا نقف على هذه الثورة ونذكر الشيء البسيط منها في هذا البحث المتواضع، ولعل أبرز ما جاء فيه اكتساب مدينة كربلاء الأهمية الكبرى في الثورة بسبب موقعها الجغرافي باعتبارها حلقة وصل بين مناطق الثورة، وأصبح لها الريادة والدور القيادي في الثورة. تناولت في هذا البحث الأوضاع العامة في كربلاء قبيل الثورة وكيف ساهمت في نشوبها، ودور مدينة كربلاء في أحداث الثورة، والدور البارز لرجال الدين وعلى رأسهم الشيخ محمد تقي الشيرازي وأصداره الفتوى المشهورة التي كانت السبب الرئيسي في شحذ الهمم وتأجيج الروح الوطنية لدى أبناء الشعب العراقي. وفي الأخير كان لابد لنا من الاطلاع على دور المثقفين من أهالي كربلاء ومشاركتهم الفعالة في أحداث ثورة العشرين. تعد ثورة العشرين ثورة الإباء والتحرر من الاستعمار البريطاني، وثورة الحصول على الاستقلال ومجابهة الاستعمار والتحرر من قيوده. كان لهذه المدينة الدور الرئيسي والفعال في إشعال شارة الثورة، وخاصة بعد صدور الفتوى الشهيرة للإمام الحائري والتي تضمنت مجاهدة الكفار الذين أرادوا أن يفرضوا مبادئهم على بلدنا الحبيب. كان لكربلاء دورا قياديا متمثلا بالحركة الوطنية، حيث كان لأبنائها البواسل الدور المساهم والسباق بالقول والعمل. بعدما نشبت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 التي أقامتها بريطانيا وحلفائها على الدولة العثمانية والإسراع لتقاسم أملاكها، فكانت أطماع هذه الدول تدور حول العراق بسبب أهميته الاقتصادية والسياسية وموقعه المتميز، حيث قاموا بالعديد من الدراسات لوضع أقدامهم في المنطقة والاستيلاء عليها. فقد دخل الجيش البريطاني إلى بغداد في 11 آذار عام 1917، ومنها توجه الجيش إلى بقية المدن، وأحكمت بريطانيا قبضتها وأكملت الاستيلاء على كل النواحي الحيوية في عام 1918. لقد أصبح العراق خلال الاحتلال البريطاني تابعاً للإدارة المدنية
المرتبطة بحكومة الهند. تعرض المجتمع العراقي إلى سوء المعاملة وفرض الضرائب المجحفة من قبل السلطات المحتلة، فصارت البلاد عبارة عن حكم ثقيل جائر بعيد عن روح القوانين الحقة والعدل، مما زاد رغبة العراقيين في الحصول على الحرية والاستقلال. هو حركات التحرير لدى بعض الدول المجاورة ونشر الأفكار التحريرية التي كانت تبثها الأحزاب والجمعيات السرية وقيام الحركة البلشفية في روسيا ونهضة الشعب في إيران وانتشار الحركات القومية في دول البلقان وتولي فيصل بن الحسين مملكة سوريا وقيام الثورة المصرية بقيادة سعد زغلول وغيرها من العوامل التي ساعدت على نشوب الثورة بمؤازرة الزعماء والسادة الأشراف وكل فئات الشعب. شغلت مدينة كربلاء مساحات واسعة من صفحات تاريخ العراق السياسي والحركات الوطنية، لأن هذه المدينة وسائر سكانها من رجال الدين وطلبة العلم وزعماء العشائر ورؤسائها، وكل أبناء المدينة ومختلف طبقاتهم ودرجاتهم الاجتماعية وقفوا صفا واحدا في وجه المعتدين وقاوموا المنحرفين عن الطريق السوي. فتركت مدينة الحسين عليه السلام بصماتها في سجل المجد وكتبت المعالم المضيئة في سفر المعارك والمنازلات لتعطي معنى الفداء والشهادة، مستلهمة تلك المواقف المشرفة من أبي الأحرار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. نشطت مدينة كربلاء في أحداثها السابقة واللاحقة لثورة العشرين في الكشف عن حقيقة المستعمر البريطاني وفي فضح السياسة الإدارية والمالية التي وقعت عبا ثقيلا على كاهل الشعب، وتمكن أبناء المدينة بكافة أطيافهم من إذكاء روح العداء للمحتل وبيان كيفية دمج الدين مع حب الوطن، حيث أصبح الوطني متدين والمتدين وطنيا. كان لرجال الدين من أبناء مدينة كربلاء الدور الكبير في تحريك الثورة وقيادتها بالشكل الصحيح، وتتمثل هذه القيادة بشخصية العالم الديني والمرجع الأعلى صاحب الفتوى الشهيرة وكلمة الحق الشيخ محمد تقي الحائري الشيرازي. وأيضا عمل المثقفون من شعراء من ترسيخ الروح الاستقلالية لدى أبناء المدينة وتوسيع الهوة بين مطالب الوطنية وأهداف المستعمر البريطاني، انعكس ذلك بشكل واضح من خلال قصائدهم الثورية والحماسية. نجح المثقفون من خطباء ورجال دين في تعبئة الجماهير من خلال إقامة المناقب النبوية واستغلالها في إلقاء الخطب الثورية لاستنهاض الهمم. وفي الختام أسأل الله التوفيق لي ولكم ومداد الصحة والعافية، وشكرا جزيلا لجميع أعضاء اللجنة والحضور. شكرا جزيلا الباحثة الزهراء، شكرا جزيلا. أنتقل إلى لجنة التحكيم. نشكر كثيرا مؤسسة مصباح الحسين للإغاثة والتنمية على جهودها في إنجاح هذه المسابقة، وشكرا جزيلا للسيد رئيس اللجنة والأخوة الأعزاء. حقيقة البحث الموسوم كربلاء وثورة العشرين 1920 للباحثة زهراء رمزي كانت فيه جهود يعني طيبة في إبراز دور ثورة العشرين ودور كربلاء في احتضان هذه الثورة. وحقيقة نجحت الباحثة في تصوير العديد من المشاهد الهامة والتي يمكن استلهامها في الوقت الحالي. في البداية يعني لابد من الإشادة بجهود الباحثة في تغطية عنوان بحثها، وهذا كان يعني شيء جيد. الأمر الثاني، مجموعة من المصادر الرصينة تم الاعتماد عليها، وأيضا يؤشر جهود الباحثة في انتخاب المصادر الملائمة. لغة البحث كانت سلسة وهنالك انسيابية في الأفكار، حقيقة كل هذه الأمور تحسب للباحث. مع ذلك هنالك جملة من الملاحظات ممكن أنه تعزز البحث ويعني يكون بشكل أفضل. الملاحظة الأولى أنه المقدمة بحاجة لإغناء، مثل ما تعرفين جنابك أنه المقدمة تتضمن لمحة عن مضمون البحث ككل، بالإضافة إلى إشكالية البحث، حتى بعد الإشكالية نقدر نعرف هدف الباحث. فما كان موجود إشكالية البحث ولا هدف الباحث، يعني ما هو السؤال اللي كان الباحث يحاول يجيب عنه من خلال أواقع البحث. فلذلك هذا الأمر يعني إن شاء الله إذا يتعزز يكون أفضل. بعض الملاحظات الطفيفة اللي تخص المصادر، يعني الترقيم بالهوامش يكون فقط للمصادر، لكن إذا جنابك استخدمتي هواي ملاحظات أيضا رقمتيها مثل المصادر، الملاحظات تكون بنجمة الملاحظة الأولى، إذا ملاحظة ثانية نجمة ثانية، أيضا
بالهامش يعني، حتى ما يكون هنالك فراغات كثيرة في البحث، يعني ما أعرف شنو السبب بين فقرة وفقرة، فراغات كثيرة أيضا هذه كود يعني تعالج. أخيرا بالنسبة للخاتمة، يعني كان يفضل أنه الخاتمة تكون يعني عبارة عن جملة من الاستنتاجات، وبعدها الباحثة تخرج بمجموعة من التوصيات اللي ممكن يعني تكون خلاصة البحث والبحث في هذا الموضوع. وشكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا دكتور حيدر، شكرا جزيلا. أنتقل إلى عضو لجنة التحكيم دكتور حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لمؤسسة الإمام الحسين للإغاثة والتنمية ومركز الفرات على هذه المسابقة واستذكار هذه المناسبات والمواقف الوطنية التي تعزز من الروح الوطنية أو روح الالتئام الاجتماعي في العراق. ثورة العشرين يعني من حدث تاريخي مهم بالنسبة للدولة العراقية وبناء الدولة العراقية، وكانت هي مؤسسة لهذه الدولة، وكثير من الزوايا وكثير من التفاصيل اللي رافقت الحدث أو قبل الحدث أو ما بعد الحدث. الباحثة أيضا أشكرها شكر جزيل وامتنان كبير ست زهراء رمزي على موضوع تفصيلي ومهم جدا في هذا الحدث التاريخي اللي هو قضية كربلاء وثورة العشرين. لما نقرأ عنوان البحث كربلاء وثورة العشرين، يعني نقرأ ما وراء البحث، ما وراء العنوان اللي هو دور كربلاء في ثورة العشرين، ونقصد في دور أبناء كربلاء في ثورة العشرين. وحضرتك سلطت الضوء على كثير من التفاصيل المهمة في هذا الموضوع، وأنا أشكرك مرة أخرى على هذه التفاصيل. بنفس الوقت ركزت على قضية المثقفين فقط في هذا البحث. لا نعرف أنه، وأيضا في الاستنتاجات أو في الخاتمة ذكرتي أنه كثير من خطباء المنابر أو رجال الدين أصبحوا على قدر كبير من الثقافة الوطنية أو الثقافة السياسية، وبدأ يشجعون من خلال قصائدهم من خلال محرراتهم في الصحف أو غيرها آنذاك في استلهام وتحفيز أبناء المحافظة بالذات، وأيضا ضد الاحتلال والمساهمة بالثورة. فسؤال حضرتك أنه هل يقتصر دور المثقفين فقط على الشعراء؟ لأنه من ثنايا البحث نفهم أنه كان تركيز كبير على موضوع الشعراء فقط، ولاحظت في الاستنتاجات أن هناك أيضا كتاب صحفيين كانوا لهم دور أيضا في يعني إلهام الجماهير أو تحفيزهم باتجاه المساهمة في الثورة. شكرا جزيلا. شكرا دكتور، شكرا جزيلا. ست زهراء، هل لديك إجابة على ما تفضل به عضو لجنة التحكيم دكتور حسين؟ بالنسبة لثورة العشرين ودور أهالي كربلاء بالثورة، طبعا موضوع كلش واسع ما يختزل ببحث قصير، بس أنا حاولت أختزل مادة مثل ما يقولون جوهر ثورة العشرين اللي تضمنت دور المثقفين، أبناء العشائر، دور أهالي كربلاء. طبعا لا نخفي أن أهالي كربلاء قاطبة كان لهم الدور الكبير في ثورة العشرين، شمل جميع أطياف المدينة من رؤساء عشائر، من طبقة عامة، طبقة مثقفة، طبقة دينية، كل الطبقات. بس يعني قصر المادة حاولت أختزل بها، ما شعبت المواضيع أكثر حتى ما يتوسع البحث، وإنما ثورة العشرين تصلح أن تكتب رسالة ماجستير مو بحث، لأن هي مواضيع جدا مشعبة. شكرا جزيلا سيد زهراء. أنتقل إلى رئيس لجنة التحكيم دكتور خالد، تفضل في التعقيب. مشكورا. شكرا جزيلا أستاذ نصير، شكري أيضا موصول للسادة أعضاء لجنة التحكيم وللباحثة المشاركة في هذه المسابقة. نتمنى لها التوفيق والسداد. طبعا البحث جيد عموما، جهد مبذول به جهد طيب، وحقيقة هو احنا في كربلاء محتاجين هكذا بحوث، لانه كثير من تاريخ كربلاء بحاجة الى انه يتم غربلته ويتم عرضه للباحث المعاصر وللقارئ المعاصر بطريقة جيدة. المصادر كانت يعني جيدة عموما، هناك يعني الملاحظات اللي أبداها الأعضاء لجنة المناقشة هي ملاحظات سديدة فعلا، يعني خاصة فيما يتعلق بالمقدمة والخاتمة. يعني حضرتك باحثة وتعرفين هذه الأمور، لأنه هذا البحث احنا يعني أعتقد أنه السادة المنظمين لهذه المسابقة راح يصدرونه بإصدار خاص،
فبالنتيجة أنه يحتاج هذا البحث إلى مقدمة تتوفر بها الأصول المرعية في البحث العلمي، وخاتمة نحتاج بها إلى توصيات، يعني مو فقط الخلاصة في الخاتمة نحتاج، وإنما إلى توصيات مهمة تطرحينها للقراء المعاصرين. يعني اليوم احنا فهمنا ثورة العشرين، لكن ماذا مطلوب من كربلاء اليوم؟ يعني ونحن يعني على اعتاب يعني هاي المئة سنة على ثورة العشرين. الشيء الآخر، بعض الملاحظات أيضا اللي هي ما تقلل من قيمة البحث، ورد عندك بالصفحة 3 إذا تشوفيها. الصفحة 3 ذكرتي تاريخ خطأ اللي هو تاريخ دخول الجيش البريطاني إلى بغداد. أنت ذكرتي بالعرض حاليا قلتي 11 آذار، لكنه في متن البحث هو 10 آذار، هذا يحتاج إلى مراجعة من قبلك. أيضا عندك في صفحة 4 إذا تنتبهين، صفحة 4 وقعتي أيضا في نوع من التناقض بين أنه فيما يتعلق بقضية الجمعية الإسلامية، إذا تلاحظيها بالنهاية أنه ذكرتي أنه يعني هذه بدأت الحركة الوطنية نشاطها والتي كان لولبها وقطب رحاها الميرزا محمد رضا الشيرازي، وذكرتي مباشرة أسس الميرزا محمد رضا في كربلاء جمعية سرية عرفت باسم الجمعية الإسلامية، صح لو لا؟ نعم. لاحظي أنت في الهامش ماذا ذكرتي؟ ذكرت الجمعية الإسلامية هي الجمعية التي أسسها الشيخ محمد تقي الشيرازي، فلاحظ التناقض اللي حصل. طبعا هنا أنت تقصدين محمد رضا اللي هو ابن السيد محمد تقي الشيرازي. فبالنتيجة أنه هذا يحتاج أنه تراجعي هذا الموضوع، خصوصا من ناحية التاريخية لربما بمشاكل عندما يقرأ البعض. ذكرتي في صفحة 5 أيضا في آخر الصفحة، عندما ذكرتي أنه هذا النشاط يعني النشاط المعادي للإنجليز، قلتي أنه بعض علماء كربلاء أو عدد كبير من علماء كربلاء أعربوا للحاكم السياسي اللي تقصدين البريطاني عن نفورهم، يعني مو عن حركات، من حركات الميرزة محمد رضا ورفضهم للاشتراك فيها. وهنا احنا هذا يحتاج انه توضحين من هؤلاء اللي هم ابدوا معارضتهم لهذه الحركات، يعني هذا امر مهم جدا. يعني اليوم احنا من ناحية تاريخية نحتاج انه في كربلاء نعرف من وقف مع الانجليز ومن وقف ضدهم، وبالنتيجة لانه هذا كأنما خصوصا بالبحث العلمي عندما يطرح بهذه الطريقة كثير من علماء كربلاء هذا بمشكلة، يعني ويعني وإنما أنه إما يكون كل علماء كربلاء وهذا بمشكلة راح أنه تعرفيها أنت في من ناحية تاريخية، أو أنه اللي تطرحين توضحي أنه فلان وفلان كانوا معارضين وذكرين الأسباب لماذا هم معارضوا، لأنه أنت بعدين ذاكرة في سياق البحث أنه بعدين من اتضحت لهم حركة الميرزة وأنه وطنيتها وعملها من أجل مصلحة العراق، أنه كثير منهم مالوا لمصلحة هذه الحركة، يحتاج أن توضحيها أكثر. أيضا أنه ذكرت في سياق البحث أنه المحتل البريطاني فرض الرسوم والضرائب الباهظة، هذا يحتاج أنه طبعا هذا اللي إحنا جاي نواجهه في كل الكتابات التاريخية وأنا مطلع عليها، وتعرفين أنت اللي اليوم الكتابات التاريخية عن العراق كثيرة، لكنه الكتابات اللي تكون رصينة جدا يعني تكاد تكون محدودة، ولذلك تلاحظين أنه حنا بطاطو لا في بمار لو كم شخص اللي كتبوا بتاريخ مفصل يفصلونه، نحتاج إلى تفاصيل هنا. أنا لاحظت دائما يقال أنه ضربت فرض الضرائب، لكن ما هي هذه الضرائب؟ هذه نحتاج إلى معرفتها في سياق البحث، يعني ما هي هذه الضرائب التي فرضت، يعني ما هو الفرق بين هذه الضرائب والضرائب اللي كانت معمول بها في العهد العثماني؟ فأني كقارئ اليوم أريد أعرف أنه ما هو الفرق، لأن إحنا اليوم في الدراسات التاريخية العراقية دائما نقول أنه العثماني كان محتل العراق. طبعا العثمانيين ما يرضون بهذا، وأنت تعرفيها كباحثة، يعتبرون لا أنه فتح للعراق كان، وأنه ما يعتبرون نفسهم قوة احتلال في العراق. إحنا هنا محتاجين إلى أنه نعرف ما هو الفرق بين الضرائب اللي كانت مفروضة بالعهد العثماني والفرائض والضرائب اللي كانت اللي فرضت في العهد البريطاني. وكلامك دقيق، لأنه
حتى الروايات التاريخية تقول أنه اعتقال الشعلان أبو جون كان بسبب أنه ضرائب زراعية وقروض مالية، وتعرفيها هذا الجانب. هاي الأمور إحنا نحتاج من عندك أنه توضحيها في سياق البحث حتى يكون أكثر وضوحاً وأكثر تميزاً، خصوصاً في كربلاء. يعني اليوم أنت البحث اللي قدمتيه عن كربلاء، فبالنتيجة أريد أعرف ما هي الضرائب التي فرضت على كربلاء في ذلك الوقت وخلت أنه هاي الضرائب ثقيلة جداً. كان يحتاج أيضاً توضيح لعشائر كربلاء، يعني عشائر كربلاء في ذلك الوقت كيف كان دورها، وتعرفين أنه كثير من العشائر ولها أسماء أنه مارست دورها في هذه الثورة وبارزة، وكيف أنه تم توزيع الأدوار بين هذه العشائر. يحتاج أيضا البحث مراجعة لغوية من جنابك وبعض بعض الأخطاء اللغوية اللي تحتاج إلى مراجعة. هذه الملاحظات على العموم لا تقلل من قيمة هذا البحث، وبالنتيجة هو بين عدة أبحاث أنه تصدر ويعني يعني بلغ هذه المرحلة، لكن احنا نتمنى أنه يكون أكثر رصانة حتى أنه عندما ينشر إن شاء الله في كتاب قادم راح يكون بصمة مهمة لزهراء في كتابة تاريخ ثورة العشرين، وأنت مختصة بالتاريخ الحديث. شكرا جزيلا دكتور، ملاحظات قيمة وجديرة بالاهتمام، والباحثة دونتها إن كان لديك رد. سيد زهراء، لا إن شاء الله هاي الملاحظات كلها راح أخذ بها، ما عندي أي إن شاء الله. كربلاء وثورة العشرين، كان هذا هو عنوان البحث المشارك معنا في هذه الحلقة. يا مرقد السيد المعصوم، يا ألقا من الشهادة يحمي كل مسكيني، مدي ظلالك للإنسان في وطني وحيثما تعثرت أقدامه كوني. من كربلاء المقدسة ومن على شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، كنا معكم أعزائي المشاهدين في مسابقة مداد الباحثين. شكرا لكم لحسن المتابعة. الشكر موصول لأعضاء لجنة التحكيم الموقرة للباحثة المشاركة. شكرا لكادر الإخراج والإعداد والتصوير. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة بإذنه تعالى، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.